طيب جميل، ننتقل إلى الصحافة ومنها نقرأ الزبير: الحركة الإسلامية لم تحل. قال الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد: ليس هناك أي اتجاه أو رأي لحل الحركة بعكس ما يروج له المرجفون عفوا، مبينا أن الحركة ستوسع وتطور مواعينها للمضي إلى الأمام مع الحفاظ على جوهرها وفكرها، وأنها باقية ومستقرة وقوية. وقال الزبير لدى مخاطبته الجلسة الختامية لمشروع الهجرة إلى الله بمهليتها مشكوريب: إن المؤتمر الوطني يقود البلاد إلى مرحلة جديدة يسود فيها التصالح والوفاق والاتفاق والتعافي الوطني. محمد، هل الحركة الإسلامية زاد موجودة ومؤثرة؟ والله قبل هذا أنا يعني الشيخنا الزبير تكلم عن إنه هي لن تحل، يعني هي ربما هو يكون يعني يتحدث عن حركة أصلاً هي غير موجودة قانوناً، يعني الحركة دي موجودة في عند الزبير وفي أماناته فقط، يعني صحيح عندها هياكل وعندها يعني الناس بيقولوا إحنا حركة إسلامية وإحنا أمانات كده، لكن الشيء الغريب جداً إنه حاجة ضخمة بهذا الشكل. يعني لاحظ إنه في دستور الحركة مكتوب إنه عضوية المؤتمر 4000، 4000 ده أعضاء مؤتمر، وبتعقد مؤتمرات هنا في أو بالسوبر والمعسكرات وبيجوا ناس كتار جدا، وهذا كله يتم من غير إذن من أمن ولا من شرطة ولا من غيره ولا من كده، وهذه الحركة ليست مسجلة في جمهورية السودان، ما في أي قانون مسجلة به، لا قانون شباب ورياضة ولا قانون صحافي ولا قانون اجتماعي ولا حتى قانون أحزاب. اولا كيف الحركه دي موجوده يعني في بهذا الجسم الضخم وقروش كثيره جدا وعقارات واموال وشركات وهي اصلا غير مسجله، يعني هي لا وجود لها قانونا اصلا، يعني فانا افتكر انه رسميا قانونيا الحديث عن الحركه لا طايله تحته، لان اصلا هي في القانون ما موجوده يعني. اما اذا كانوا بيتحدث عن الحركه حقته المسمى الإسلامي وعندها مؤتمرات وعندها وجود نعم وعندها أموال خرافية وما إليه، فحلها في الدستور يعني موجود النص إنه 3000 من 4000 يقولوا نعم للحل 75%، ودي أصلا طبعا هي نسبة ولا حتى في جلسة الدساتير ما موجودة يعني. لكن أنا أفتكر إنه الحركة دي حركة هي غامضة جدا جدا، و عندها أشياء يعني غير وعلاقات وعندها تواصلات وعندها حاجات غير معلنة، وبالتالي لا هي لا يمكن أن تخضع للقانون، يعني هي راجعة مراجع ويفحصها ويحضر مؤتمرها يعني مراقب وكذا. الحركة الإسلامية جسم غريب جدا يعني، وفي ادعاء يعني رغم أن الحكومة عندها حزب وعنده رئيس وعنده أمانات وبينتخب ويخش الحكومة، الحركة بتقول الحزب ده حقي، يعني الحزب المفترض ان قالت حقها وليد شرعي، وليد شرعي كذا وصف، ودي مصيبه طبعا في الحاله زي دي. طبعا حق شيخنا الزبير يعلم انه القانون يعني حيلزمه بعدين في الاخر بسلوك حزبه وحيحاسبه عليه، يعني انه والله حزبك ده بيسوي في كده بيسوي في كده، وبالتالي اذا كان هو قال والله المفترض ان ده هو حزبي انا اللي انا طلع من شرعي يعني كده، فدي مشكله كبيره جدا حتواجه الناس زي اللي قدام، يعني لانه بيأتي بتصرفات يعني ما في قانون بيسندها، وبالتالي هي تصرفات مخالفة للقانون بما فيها التصرف في المال العام والتصرف في أملاك الدولة كويس، وعدم إخضاع للمراجعة ولا إخضاع للمحاسبة ولا في أي لحظة تحكم هذه الأشياء. لكن كلنا يعلم يعني أن الحركة الإسلامية هي الطائلة في حكم البلد خلال السنوات الماضية، وباعتبار المؤتمر الوطني هو كما قيل وليد شرعي لها، لم يحدث يعني أو ما حصل هو التراجع في دور الحركة الإسلامية في الحكم وفي التأثير خاصة خلال مؤتمرها العام الأخير. يعني برأيك لماذا تراجع دور الحركة بعد أن كانت مؤثرة في إصدار القرارات في تحديد سياسات عامة داخل البلد؟ والله شوف الحركة دي قبل المفاصلة كانت يعني كانت عندها قوة، لأنه كان بيعتبروها مرجعية للإسلاميين ومرجعية للناس في المؤتمر الوطني. بعد المفاصلة طبعا ما كان في داعي لمرجعية، لأن المسائل بقت كلها في يد الحكومة يعني أو في يد الحزب العناصر الحزبية، واللي لحظة واللي هي ليلة الانفصال أصلا ما كانت عندها علاقة بالحركة الإسلامية نهائي، وبقت جزء من الشكل الجديد كده. بالتالي الحديث عن تراجع الدور هو يعني الآن لا أستطيع أن أفهم أن الحركة الإسلامية عندها دور يعني غير ما يسمى بالهجرة إلى الله، البرنامج ده وبرنامج زي ده يعلن منها مشكوريب ومن نيال ومن كده، ما يعلن هنا في الخرطوم والناس اللي بيحكمون ده قاعدين في الخرطوم.
وحق الحركة الإسلامية قبل ما تيجي تهاجر بينا نحن لله تسوق المجموعة الحاكمة دي تهاجر بها لله لأنه هم ديل بيتصرفوا في كل مقدرات البلد، هم ديل المتهمين بالفساد، هم ديل المتهمين بالتجاوزات، وبالتالي هم الأحق بأنهم يخضعوا لبرنامج إذا كان البرنامج فعلا مفيد يخضعوا ناس من ديل عشان يصلحوا الأشياء. لكن هل تتخيل أنه برنامج هيرة الله ينشأ منها مشكوره ومن نيالة ومن ما الفائدة في ذلك يعني؟ ونهاجر لله عشان نعمل شيء نحن نحس أصلا يعني الناس موجودين مع الله يعني. فأنا أفتكر دي كلها يعني تمويهات لحديث غامض جدا جدا، ومحاولة تصوير الحركة الإسلامية أنها هي حاجة يعني زي العجائب الدنيا السبعة يعني، في حين هي الآن بقت مجموعة قليلة جدا، وحتى مواردها الآن هي موارد حكومية وموارد من الدولة يعني. طيب، منظر الحركة الإسلامية في تونس راشد الغنوش أكد أن حركات الإسلام السياسي تحتاج لأن تغير في برامجها وتراجع أمورها لمواكبة المراحل القادمة. هل الحركة الإسلامية في السودان تحتاج إلى ذلك؟ والله أنا أفتكر كل الحركات الإسلامية هي تحتاج تحيل نفسها وتبقى حاجات عادية في المجتمع يعني. يعني الحق المقدس ده في تصنيف الناس وأسلمتهم وتوصيفهم هو ده قولة حق أريد بها باطل، الهدف منها الوصول للسلطة يعني. الكلام في تونس ربما يكون عنده جدوى هناك، لأنه هناك سلوك الحركة الإسلامية أخف كثيرا من ما يحدث في غيره يعني. يعني شوف مثلا الإسلاميين ماذا يفعلون الآن في العالم. في تركيا الآن أكثر من نصف مليون تركي في الصين بيدعي أنهم قاموا بإنقلاب، ده حزب العدالة في تركيا. في 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 في, في, في فلسطين حماس عندها دولة براها، أمارة براها، وعندها حكام وعندها ولايات وعندها انتخابات، ما عندها علاقة بالسلطة الثانية. انظر في مصر ماذا كان يحدث يعني. وفي كل الحتات اللي يعني في حركة إسلامية متطلعة للسلطة في مشكلة كبيرة جدا، لأن تماما هي يعني موضوع إنه والله يا أخي هي لله ده يعني أصبح واضح تعني مصر ما لله يعني، لأنه لم يفعلوا شيئا لوجه الله تعالى الآن، ولم يفعلوا شيئا للشعب يعني. كل ما فعلوه هو تمكين لهم ولأسرهم ولامتداداتهم واغتناء فاحش وفساد عظيم ومفارقة للخط القويم. ما عندهم علاقة نازل بي الله أصلا يعني سوى هذه المظلة المرفوعة. أشكر جدا الأستاذ محمد وداع، رئيس تحرير صحيفة البعث السوداني، على مشاركتك معنا اليوم في هذه الحلقة.